تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. رحب بكم مستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة في دبي. معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا تقدرون تتواصلون معنا إذا كانت عندكم أي ملاحظات أو استفسارات على الرقم التالي 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، أذكركم أن حتى لو أنتوا حصلتوا على لقاح كوفيد-19 ما زال عليكم الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية، ومن بينها لبس كماماتكم بالطريقة الصحيحة. ونرجع نذكركم مستمعينا أن اللقاح جدا ضروري وجدا مهم، وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة ولكبار السن من المواطنين والمقيمين. حلقتنا اليوم متنوعة، رح ناخذ أخبار العالم، وبتكون يعني أسمى بتعطينا آخر ما يتداوله وسائل التواصل الاجتماعي. رح نتحدث عن صحة العيون عن كبار السن، وعمليات التكميم وعلاقتها بالسكري، وعندنا في فقرة التغذية نصائح غذائية للي يعانون من الارتجاع المرئي. خبرنا لليوم يقول استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال. قالت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين أن استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال، حيث يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية على إذابة المخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل. وعن كيفية القيام بهذه أوضحت الجمعية أن يتم ملء إناء به ماء دافئ حرارته ما بين 42 و 45 درجة مئوية، يعني ما يكون ماء مغلي، يكون ماء دافي. وفي الخطوة الثانية يتم تغطية الرأس بمنشفة، ويقوم الطفل باستنشاق البخار لمدة لا تزيد عن 3 إلى 5 دقائق ليشعر بعدها الطفل بالتحسن. وقالت الجمعية أنهم يفضلون عدم إضافة أي زيوت طيارة، اللي يعني يقولون أن لا تحطون مع هذا الماء الدافي أي زيوت أخرى، أو يمكن يعني يمكنهم يقصدون الفكس اللي يحطونه الناس في الملة هذه ويستنشقونها. فهو الجمعية تقول أن إحنا نفضل أن أنتوا ما تستعملون هاي الأشياء، لأنها ممكن أن تسبب في تهيج المسالك التنفسية لدى الطفل، ويكون عنده شعور بضيق في التنفس. وفي طريقة أخرى اللي هم يقولون أجهزة الاستنشاق ذات جزء الفم والأنف أيضا يعتبر خيار جيد لمواجهة الزكام. وهاي كانت خبرنا لليوم، وبعدين ننتقل إلى اسم الجناحي وتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمى. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من آخر المستجدات حقنا؟
من أخر انتظار في قنوات التواصل الاجتماعي من الأشياء اللي فعلا دائما أكد عليها هي أهمية أخذ المواعيد قبل ذهاب لأي من مراكز هيئة الصحة الدولية. جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد في حال حاجة لأي خدمة من الخدمات، سواء كانت التطعيم، سواء كان فحص البي سي آر. كل المواعيد، كل الخدمات التي توفرها هيئة الصحة هي عن طريق المواعيد. أيضا مثل ما نأكدنا حاليا هيئة الصحة توفر نوعين من اللقاح، لقاح ساينوفارم ولقاح فايزر. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت يعني في قنوات التواصل الاجتماعي ويسألون عليها أو يسألونها الناس أن يعني عن مواعيدهم المتعلقة بتطعيم فايزر برونتك، إن التطعيمات موجودة والمواعيد موجودة حسب المسجات الجديدة اللي وصلتهم. ونأكد ونذكر بأن هيئة الصحة أعلنت عن إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح فايزر برونتك، نظرا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعت إنتاج اللقاح لديها، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم. الهيئة الصحة ستقوم بالتواصل مع الجميع من خلال رسائل نصية القصيرة بالمواعيد الجديدة. لكن نحن أيضا نأكد دكتورة أن أهمية الالتزام بموعد الجرعة الثانية، واللي هي حسب المعتمدة أو المجات الموجودة مسبقا ومحددة بالرسائل النصية. نتمنى منهم أن يركزوا على الرسائل النصية القصيرة اللي توصلهم عشان يعرفون المستجدات. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. عطتنا أسماء آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت نقطتين جدا مهمات، أن مستمعين هيئة الصحة في دبي تعمل بنظام المواعيد، يعني فيما ندر أن يكون عندنا وكأن يعني المواعيد اللي تدخلونها الاستشارات اللي تدخلونها بدون مواعيد. بالعادة إحنا نظامنا في هيئة الصحة هي نظام المواعيد لعدة أسباب مستمعين. أولها أن إحنا نحرص أن وقتكم ما يضيع، الشغل يكون مرتب ومنظم. فلذلك إذا كانت عندكم رغبة في أخذ أي استشارات في أي خدمة من خدماتنا في هيئة الصحة، ننصحكم أنكم تأخذون مواعيد. وطريقة أخذكم للمواعيد جدا سهلة، تقدرون تتصلون على رقمنا 1-800-342 أو في مواعيد بإمكانكم تأخذونها عن طريق التطبيق. يعني مستمعينا عشان الموضوع يكون سهل عليكم، بادروا إلى أخذ مواعيدكم سواء كان للقاح أو غير اللقاح. وأيضا أسمى ذكرت أن حاليا هيئة الصحة في دبي قامت بإدراج لقاح جديد اللي هو مش جديد على الدولة، هو لقاح ساينوفارم، أصبح الآن متوفر في هيئة الصحة في دبي ضمن معايير معينة. وأيضا أسمى قالت أن في إعادة جدول للمواعيد، يعني مواعيدكم أعزائي المستمعين لحصولكم على اللقاح ما تكنسلت، ولكن فقط صارت فيها إعادة جدولة، لأن هذا الشيء عالمي مش من عنا إحنا، هذا من عند الشركة المصنعة الأم. عسب شيء صار عندهم تأخير، فلذلك قمنا بإعادة جدولة المواعيد لكم أعزائي المستمعين. وهاي كانت أخبار وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات مستشفى راشد، وانا رح نتحدث شوي عن عمليات التكميم وعلاقتها بالسكري. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا 6-0-55-14-14 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
يقوم مستشفى راشد ويقدم العديد من الخدمات التشخيصية العلاجية للمرضى بما فيهم مرضى السكري اللي يحتاجون رعاية وإجراءات طبية تساهم في تحسين جودة حياتهم. وراح يحدثنا اليوم بشكل موسع وتفصيلي عن عمليات التكميم وعلاقتها بالسكري. يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة عبير الحاج أخصائي أول أمراض باطنية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلاً وسهلاً دكتورة عبير. لو شوي تحدثينا عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد لمرضى السكري. قسم السكر في مستشفى راشد عموما يكون تحت القسم الباطني. احنا نغطي جميع حالات السكري مرضى المدخلين سواء كانوا تحت الباطنية او اي قسم اخر تحت القلب، الجهاز الهضمي او الجراحة. فإذا احتاجوا ان تدخل من عندنا نضبط أدويتهم في هذه الحالة يراجعونا ونحن إن شاء الله نكون متواجدين. في عندنا 3 عيادات للسكر في مستشفى راشد خلال الأسبوع، عيادتين للنوع الثاني للسكر وعيادة النوع الأول مرة واحدة في الأسبوع. في عندنا في قسم السكري ممرضات التثقيف الصحي لمرضى السكر، وصراحة يعني لازم نذكر دورهم كبير معانا في قسم السكري إنهم يساعدوننا، يعني نشتغل مع بعض في متعاون، فريق طبي متعاون، نعلم المرضى سواء كانوا عندهم فكرة عن أعراض هبوط وارتفاع السكر كيفية إسعاف المريض في حالة الهبوط أو ارتفاع السكر. هذا جداً مهم دكتورة. أوقات الأدوية سواء كانت حبوب أو حتى إبر الإنسولين، كيفية بالذات كبار السن عندنا اللي كانوا على إبر إنسولين، نعلم العائلة كاملة ونعلم أو حتى إذا كان عندهم ممرض كيفية إعطاء إبرة الإنسولين. في إبر أخرى في السكري مش فقط إنسولين، هي إبر لأدوية السكر بعد تنعطى عن طريق الإبر في أسبوعية وفي يومية بعد الممرضات يساعدون فيها الشيء. طبعا احنا وايد بعد نركز على النظام الغذائي الصحي لمرضى السكر انه يكون قليل السكريات او حتى ساعات قليل الدهون. اذا احتاج مريض السكر سواء اللي في المستشفى او يوم نتابعهم في العيادات تحويل العيادات التخصصيه الثانيه، مثلا عياده التخصصيه لمعالجه الجروح بذات الاقدام اسكم الله اذا كان فيها جروح ويعني التهابات، إذا احتاجوا أن نحولهم على عيادات أعصاب للآلام المزمنة بالذات نفس الشيء في الأقدام وفي الإيد والسنين، إذا احتاجوا حتى عيادات ثانية مثلا المفاصل لأنه يصير عندهم تخشرات في المفاصل وتصلب فبعد إحنا نحولهم. هاي الفترة بالذات من ندخل تقريبا في الشتاء إحنا وايد نركز على تطعيمات، وتعرفون الله يعافي الجميع يا ربي هالفترة نتكلم أكثر شيء عن تطعيم الكوفيد. فنشوف منو المريض السكري اللي ممكن ياخذ التطعيم ننصح بذلك، واللي ما يسمح لحالاته الصحية بعد نفس الشيء نوضح ليش ما يسمح فيها الوقت الحالي. تنصحين يعني بالتطعيم دكتورة؟ تقريبا جميع مرضى السكري إذا الحمد لله ما كانت عندهم أمراض أخرى مزمنة ممكن تتعارض مع التطعيم لازم الجميع ياخذ تطعيم الكوفيد، ينصح به إن شاء الله. جميل جدا دكتورة. وشيء ثاني الحين أن الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله شهر رمضان قريب إن شاء الله. تقريبا كل المرضى اليونا في العيادة هالفترة نحرص أن نتابع معهم كيفية توزيع الأدوية في خلال فترة الصيام عشان نتجنب المضاعفات اللي هي سواء هبوط أو ارتفاع أو حتى عدم انتظام السكر خلال فترة. هذا بخصوص الخدمات، احتمال أن نسيت شيء بس هذا هو أغلب الخدمات اللي إحنا نقدمها. ما شاء الله دكتورة خدمات يعني متنوعة وأحس تشمل جميع مجالات حياتهم لمرضى السكري. دكتورة لو شوي تحدثينا عن عمليات التكميم وشو علاقتها بالسكري. إنزين إذا تسمحوا لي في نقطتين. أي طبعا. التكميم عموما نسبة مرضى السكري في العالم كلها دائما في ارتفاع والأغلبية يكونون من النوع الثاني. إذا بنذكر شو العوامل
النوع الثاني للسكر تكون في التاريخ الصحي، العامل الوراثي، نوعية التغذية، السمنة، وفي عامل مشترك هنا تقريبا اللي هو زيادة نسبة الدهون في الجسم. هاي نسبة الدهون عفوا المرتفعة تزيد من مقاومة هرمون الأنسولين في الجسم. أيوة. فإذا زادت مقاومة الأنسولين في الجسم بطبيعة الحال بيرتفع السكر، والمريض المعرض للإصابة بمرض السكري بيصاب بمرض السكر. عمليات التكميم هني كلها دور انها بعد ما يسوي المريض، مشكلة المرضى ينفع يسوون عمليات تكميم، يعني في مرضى معينين. أوكي. المرضى اللي يجرون عملية التكميم طبعا يبتدون يخسرون الوزن الزائد، يخسرون هذا الدهن الزائد اللي هو داخل في الأعضاء. أيوة. وعلى الأعضاء متيمع، وحتى اللي يكون حتى متشحم على الكبد أو مثلا على البنكرياس، طبيعة الحال مع خسارة هذا الدهن بيرتفع عندي مرة ثانية مستوى الأنسولين، حتى الخلايا اللي كان عندها مقاومة بتخف مقاومتها. فتقريبا هالمرضى بسبب خسارة الوزن وخسارة الشحم ما شاء الله يردون مرة ثانية الأنسولين يتنشط. وفي عنا يعني نسبة كبيرة من المرضى، وبس أحب يعني أذكر هني إن في دراسة هي كانت مسوينها جمعية السكري الأمريكية من 2004 لين 2012 على ما يقارب 800 مريض. أوكي. اللي أجروا عمليات تكميم أو حتى تحويل للمعدة. تقريبا 58% من هذه المرضى في خلال السنة الأولى مخزون السكري نزل عندهم إلى 6.5 وأقل، وتابعوهم على مدة 8 سنين. ما شاء الله الأغلبية يعني يا وقف استخدام أدوية السكر أو تقريبا 3/4 الأدوية اللي كان عليها خلاص ما يحتاجها. عاد هي أنا مو بني أسوي دعاية حق عمليات التكري، بس أنصح يعني شوفوا كيف أن اتباع نظام صحي جيد، اتباع الشيء لو شيء بسيط، تغييرات جدا بسيطة، نوع من الرياضة بشكل يومي، أي شيء ممكن يساهم في نزول الوزن لابد أنه له تأثير إيجابي على مرض السكر إن شاء الله. يعني ما زال نمط الحياة الصحي هو العامل رقم واحد في وقايتنا من العديد من الأشياء دكتورة. صحيح. التكميم هو مثل إجراء مساعد للي يمكن عندهم سمنة جدا مفرطة، فهذا بيساعدهم أنهم يفقدون الوزن في فترة قصيرة، لكن ما زال نمط الحياة يعتبر رقم واحد. طبعا. معناته دكتورة يعني هاي نتائج جدا يعني مبشرة، وإذا يعني إحنا تحدثنا عن إيجابيات العمليات هذه، لو تحدثينا هل في مثلا مضاعفات لمثل هاي النوع من العمليات أو لا؟ زين، دورنا كقسم سكر في مستشفى راشد، في عنا ذكرت قبل شوية في عنا إبر، هي مش أنسولين، في إبر تساعد على نزول وزن لمرضى السكري. فالمرضى لما يكونون على الويتنج ليست، الجدول ينتظرون دورهم في عمليات التكميم، والحين مرة ثانية بعيد عنكم عشان الكوفيد، في وايد من هذه العمليات أجلت يعني بسبب الظروف الراهنة. فهالمرضى يحولونهم حقنا أطباء الجراحين للعيادة عشان على الأقل مؤقتا نبتديهم على هذه الإبر لفترة تساعدهم في نزول الوزن، وتساعدهم حتى في انتظام شوي السكري إلين ما يدورهم حق العمل. بخصوص المضاعفات، طبيعي المريض كان وزنه مثل ما قلتي جدا مفرط، الوزن كان زائد وبسرعة هذا الوزن ينزل يفقده. فطبعا أول شيء اللي يشتكون منه اللي هو الجمادية يترحل عند الجلد. شيء ثاني طبعا يسوي عنده نقص في الفيتامينات والمعادن. سابتين احنا ننصحهم دائما عقب العملية يستمرون مع تحت اشراف الطبيب وتحت اشراف اخصائيين التغذية، ياخذون المكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن. لا سمح الله في نسبة من المرضى يجيسهم وايد هبوط في السكر. أيوة. لان تغذيتهم ما زالت قليلة، أو هم رواحهم يخافون، يقول لك أنا أخاف أكل وما زال مستمر يأخذ أدوية السكر. بالرغم أن احنا ننصحهم أنه لا، نزل الأدوية. في مرضى شوية يحتاجون مراقبة وملاحظة شوي بشكل دوري فترات أقصر، مثلا كل أسبوعين. وفي بعد مرضى لا سمح الله يجيسهم حصى في المرارة. أيوة. هذه هي أغلبية المضاعفات اللي تنتج من وراء عمليات التكميم. لكن إذا بنشوف الإيجابيات بنقارنها مع السلبيات،
طبيعة الحال إيجابيات جدا أكثر من السلبيات في هذه الحالة. ومرة ثانية نزول الوزن بأي طريقة كانت سواء باتباع النظام الصحي أو بالتكميم للناس اللي أوزانهم مفرطة دائما ننصح به. طبعا يعني دكتورة أكيد في شروط ومعايير يحددها الجراح نفسه ويقدرها ولها حسبة معينة هم يقدرون يعني هم يعني هذا تخصصهم وهم بيقدرون حتى شو نوع العملية اللي بيسوونها للشخص. لكن دكتورة هل في نصايح أنت توجهينها للمرضى اللي أجروا عمليات تكميم المعدة؟ في هاي الفترة مرة ثانية بعيد عنا جميعا يا ربي هو كورونا منتشر. هذه المرضى يعتبرون بالذات إذا كانوا مسوين عمليات تكميم ما زالت المناعة عندهم يعني قابلة لا سمح الله لانتقال الأمراض وشي. الجميع لازم يتبع الإجراءات الاحترازية والإرشادات وعدم المخالطة وتجنب الأماكن المزدحمة. يتابعون مع أطبائهم هل يقدرون يأخذون تطعيم أم لا. المكملات الغذائية دائما يكملون عليها ويستمرون عليها. يستمرون على شرب الماء يعني شرب الماء بكثرة يعني يتجنبون الجفاف. يأخذون أدويتهم بانتظام وبعد يمارسون إن التغذية السليمة تحت إشراف الطبيب وأخصائي التغذية. ولا سمح الله أي مريض أو أي مو شرط حتى مريض سكر عنده أي استفسار ممكن يتصل في دائرة الصحة عندنا طبيب إن خدمة الطبيب لكل مواطن متوفرة وحتى الكول سنتر لأي استفسارات ممكن يتصل خلال يعني دوام رسمي ويحاولون على الوجهة اللي هو يطلبها المريض. جميل. أنا يعني وحدة جربت خدمة طبيب لكل مواطن مع أني أنا طبيب في الهيئة لكن حبيت الخدمة جدا دكتورة جدا مريحة وما شاء الله الدكاترة الموجودين كلهم على كفاءة عالية أيضا. دكتورة عبير الحاي شكرا على معلوماتك الجدا قيمة ووقتك الثمين يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا. الله يعافيكم وشكرا جزيلا. كانت معانا الدكتورة عبير وحدثتنا عن عمليات التكميم وعلاقتها بالسكري وقالت إن العلاقة يعني اللي يسوون عمليات التكميم لهم نتائج جدا مبشرة في مرض السكري وتحكمهم بالإنسولين والسكر في دمهم. هاي كانت فقرتنا لخدمات المستشفى راشد. مستمعين الأعزاء بنطلع لكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع مرضى الارتجاع المريئي. صحة وسعادة. التطعيم أمان واطمئنان. إن كنت ترغب بحجز موعد لتطعيم كوفيد-19 فعليك الحرص على إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها والأدوية التي لديك حساسية منها. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نتحدث شوي عن مرضى الارتجاع المريئي مستمعينا عندنا مصطلحنا الطبي لليوم هو حمى القش وأيضا نقصد فيه حساسية الأنف اللي الناس يعرفونها أكثر من حمى القش. ولكن علامات وأعراض هذه الحمى تشبه نزلة البرد اللي هي سيلان في الأنف وحكة العيون والاحتقان والعطاس وأيضا ضغط في الجيوب الأنفية. لكن عكس نزلة البرد فحمى القش لا يسببها فيروس ولكن يسببها رد فعل تحسسي تجاه مثير داخلي أو خارجي للحساسية اللي هو مثل حبوب اللقاح أو عثة الغبار أو جزيئات متطايرة من وبر الحيوانات الأليفة.
وطبعا حمى القش ممكن أن تؤثر في أدائك في عملك أو في المدرسة ويتعارض بشكل عام مع مجريات حياتك، ولكن يمكنك تجنب ذلك من خلال ابتعادك وسيطرتك على الشيء اللي يسبب لك الحساسية هذه اللي ذكرناها، وبإمكانك أن أنت بسهولة تعرف شو الشيء اللي ممكن يثير لك هاي الحساسية وبالتالي تقدر تسيطر عليها. وهذا كان مصطلحنا الطبي لليوم، وراح نتحدث شوي اليوم عن الارتجاع المريئي اللي يعتبر من المشاكل الصحية جدا شائعة بين الناس واللي تتطلب الكثير من الحذر والانتباه لتجنب المحفزات لهذه المشكلة الصحية. وطبعا عشان نتحدث بشكل مفصل أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عبير عبد الله أخصائية التغذية السريرية. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك عزيزتي. لو تحدثين شوي عن معنى الارتجاع المريئي وكيف يحدث. صحيح. هلأ هو الارتجاع المريئي يعتبر خلل بالجهاز الهضمي يصير لما تكون العضلة اللي بتوصل المريء بالمعدة بصير فيها ارتخاء، فبالتالي المعدة بعد الأكل ما بتسكر مظبوط، فبصير الأكل بيطلع من المعدة لفوق على المريء وأحياناً بيوصل للفم، بتسبب اللي منقولها حرقة أو صهير عادةً أو ألم بالمعدة. صاهر. بس مش أي حدا بيكون عنده صاهر، يعني بيكون عنده ارتجاع مريئي. ارتجاع المريئي بيكون لما الإنسان يعاني من هالأعراض بشكل مزمن، يعني تقريباً أكثر من مرتين في الأسبوع لمدة عدة أشهر، ساعتها فينا نقول ارتجاع مريئي. مش مرة بصير عنده صاهر بيكون عنده ارتجاع مريئي. تمام دكتورة. شو هي يعني احنا نعرف انه في محفزات لهذه المشكلة، فتخبرينا شوي عن ما هي هذه المحفزات. شوفي، هو احيانا بيكون طبعا السن فوق سن 40 بيصير اي انسان اكثر عرضة ليصير معه هذا العارض. في ادوية معينة بتسبب هذا العارض، الضغط على المعدة أو الضغط بمنطقة البطن، فلما يكون حجم البطن كبير يعني بحالات السمنة أو الوزن الزائد يسبب ضغط على المعدة، فبيزيد احتمالات أنه يكون عنده الإنسان ارتجاع مريئي. التدخين بيزيد الاحتمالات أنه يصير عنده ارتجاع مريئي. والنمط الحياة الغير صحي أو الأكل الغير صحي لفترات طويلة بتزيد كمان خطر الإصابة بالارتجاع المريئي. يعني الناس بيأكل كل الوقت أكل دهني، أكل مقلي، أكل جنك فود، يعني فبيزيد الاحتمالات في هذه الإصابة. شو هي النصائح اللي توجهينها دكتورة حق اللي عندهم هذه المشكلة؟ هي إذا صار ارتجاع مريئي طبعا الواحد يراجع الطبيب ياخذ أدويته، بس في كتير أشياء بطريقة تناول الطعام أو باتباع نظام صحي بتساعد على تخفيف الأعراض. أهمها أنه ما يتناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة. يعني الوجبة ما تكون وجبة كبيرة، فدائماً ننصحهم اللي عندهم ارتجاع مريئي أنه ما ياخد 3 وجبات باليوم، ياخد من 5 ل6 وجبات، بس وجبات أصغر يعني تقريباً نص الكمية اللي بتشبعه. أيوة. فياخد بدل فطور واحد فطورين، بس نص بنص، غدايين أو عشايين بس نص بنص، عشان ما تكون بفترة واحدة الكمية الطعام كبيرة بالمعدة. طبعا كمان بعد الأكل ما لازم نستلقيه أو ننام على ظهرنا، يعني بيضل قاعد جالس لفترة حوالي 2 ساعة، يتجنب أنه يستلقى على ظهره المريض، لأنه بتصير إذا عنده ارتخاء بالعضلة بيرجع الأكل، بيساعد أنه يرجع. ودائما كمان ننصحهم أنه طبعا ما يتناول الأكل قبل النوم عشان نفس السبب. أيوة. وكتير بتزيد مثل ما قلنا الأطعمة الغنية بالدهون كتير بتزيد الأعراض، فكتير بده يحاول يخفف قد ما بيقدر من الأشياء المقلية، الأشياء اللي فيها دهون زيادة، اللحوم المدهنة، الأكل هذا السريع، الأكل اللي كله دهون، كتير هاي بتزيد الأعراض. حتى الأكل اللي فيه توابل زيادة، سبايسي، حار كتير بيزيد كتير الأعراض. أحيانا في مرضى بيزيد أعراضهم مثلا إذا أخذوا حمضيات، أشياء فيها صلصة طماطم أو شوكولاتة أو مشروبات غازية كمان بتزيد كتير أعراض الارتجاع المريئي. أيوة. في أكلات ممكن تساعدهم دكتور أستاذة؟ أيوة. ولا أهم أكتر شيء بيساعد هي الأكل اللي فيه ألياف، لأنها بتخفف من الحموضة بالمعدة. يعني مثل ما نقول القمح الكامل، الخبز، الحبوب الكاملة، إذا أخذنا معكرونة رز يكون الأسمر أو هو الحبوب الكاملة.
الخضار اللي فيها ألياف كتير، الفاكهة اللي ما فيها حموضة كتير عشان يكون غنية بالألياف في نفس الوقت ما تكون حامضة. وفي أطعمة شوي بتكون نسميها قلوية، يعني مش حمضية، بعكس حمضية قلوية، فكتير بتخفف حموضة المعدة أو الأسيد اللي بالمعدة، مثل شو يعني؟ الموز. أوكي. الموز، البطيخ، الأرنبيط، حبوب الشمرة، بعض المكسرات، بس ما تكون المكسرات محمصة، لازم تكون نية. أيوة، اللي يسمونها الروناتس هذه أستاذ. أيوة أيوة تمام. وإذا أشياء فيها مثلا مي كتير، الأكل فيه مي كتير، مثل الخس، الخيار، البطيخ، هاي أشياء فيها كتير مي كتير بتخفف أعراض الارتجاع المريئي. والناس، في ناس، بعض الناس كان بدي أضيف إنه بيحب يأخذ الحليب، بحسوا إن الحليب بيريحهم. بس بدنا ننتبه من كميات الدهن للحليب، لأنه ممكن هو يكون بيريح بس الدهن اللي فيه بيزيد الأعراض. فأحسن يأخذوا الحليب اللي قليل الدسم أو خالي الدسم. قليل الدسم. أستاذ عبير، يعني المعلومات جدا قيمة، شكرا يعني على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة جدا. يسعدني دائما أن نتحدث مع الأخصائيين متخصصين، ومعلوماتك يعني في مختصرة ومفيدة، وفي يصب في نطاق الموضوع. شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. كانت معنا الأستاذة عبير وحدثتنا عن الارتجاع المريئي، وشو اللي يحفز هذا الشيء، وشو اللي ممكن يساعدكم في السيطرة عليه. وننتقل إلى صحة العيون عند كبار السن. طبعا مستمعينا، نعرف أن مع تقدم في العمر تصير العديد من التغيرات الصحية على الإنسان، وخصوصا لما يدخلون مرحلة الشيخوخة. ومن ضمن هاي التغيرات اللي تصير، التغيرات اللي تصير في العيون، وطبعا هذا الشيء يحتاج عناية ورعاية خاصة عشان نتجنب مضاعفاتها السلبية. عشان تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، بيسعدني ويشرفني إن نستضيف معانا اليوم الدكتورة وفاء جمعان، طبيب ممارس عام في هيئة الصحة. صباح الخير دكتورة وفاء. صباح النور. الحمد لله. دكتورة، لو شوية تحدثين عن أبرز مشاكل العيون اللي ترتبط بالشيخوخة. طيب، طبعا مشاكل العيون تظهر في كبار السن، يعني بكمية أكبر من صغار في السن، عسب يعني التغيرات اللي تصير بعد سن 40 أو 50. خلينا نقول إن عندهم تطول مثلا، تتصلب العدسة، وهذا يخلي التركيز على الأشياء القريبة صعب. وتشوفين معظم كبار السن يحتاجون نظارات قراءة حتى لأصغر منهم، فالتغيرات تتم وتؤدي لهالشيء. تفاعل البؤبؤ مع الصور العامة شوي يتغير، ومثلا حتى يكون عندهم تركيز على الصور عن ألوان، سواقف الليل عندهم تكون صعبة شوي. هذا التغيرات بتصير في العين. ومن أبرز المشاكل اللي تصير في كبار السن عندنا طبعا مثل ما قلت قبل، قصر الشيخوخي اللي هم يحتاجون نظارة، جفاف العين. وهالمشكلة طبعا تصيب الكبار والصغار حاليا صارت. المياه الزرقاء اللي هي يسمونها الجلوكوما، الضمور البقعي، اعتلال الشبكية للسكري اللي عند مرض السكر. وبعد عندنا هاي أبرز المشاكل اللي تصيب كبار السن عادة. وبتحدث بالتفصيل عن بس اللي هم عندهم مشاكل السكري وجفاف العين، عشان هاي أبرز المشاكل اللي تواجهنا مع كبار. أوكي، لو تحدثينا شوي عن جفاف العين وكيف ممكن إحنا نتجنب هاي المشكلة ونحافظ عليها دكتورة. جفاف العين طبعا في كبار السن لاحظنا عشان أنهم عندهم يمكن الدموع اللي ترطب العين ما تكون كافية. وذلك طبعا النقص إفرازها من الخلايا من الغدد الدمعية نفسها، أو إن كفاءة الدموع نفسها ما تكون كافية إن هي ترطب العين. فهذا يؤدي إلى مثلا يحسوا مرات إن في مثل وخز أو في مثل غبار على العين، حرقان، يحسون في مثل صديد أو إن شيء إفرازات تطلع من العين، يكون عندهم حساسية ضد الضوء، ما يتحملون الضوء العالي، احمرار في العين. وبعد يحسون إن في مثل وجود أجسام غريبة داخل العين، يعني نفس مثل ما قلت تراب وشيء. ما يقدرون يسوقون في الليل بالجفاف. عندهم العيون دائما تكون تدمع، وهذا بس يعني هو صح إن العيون جافة، بس تدمع عشان إن هي متهيجة، يعني مثلا في جفاف وشيء، فسبحان الله
العين دائما عندهم تكون الدمع، فيمكن وانا اشوف الهان تحسب انهم عندهم دموع كفايه، بس هو من الجفاف يسبب لهم يعني افراز كميه كبيره من الدموع. بعد يحسون مثلا انه ما يشوفون عدل، الدم غبشه عندهم، تحسين في شيء غبش او انه في تعتيم عن النظر. فهاي من ابرز الاعراض اللي يواجهونها جفاف العين. كيف ممكن نحافظ على صحة عيوننا من الجفاف دكتورة؟ شو تنصحينهم؟ هم طبعا الأهم شيء إنه ما يعرضون العين للهواء الجاف، يعني مثلا لو كان الجو حار، ومثل خاصة الحين فترة الشتاء يمكن هالمشاكل تزيد. فمثلا إنه يكون موجودين في مكان يعني في رطوبة، مثلا في يعني هواء بس ما يكون أساس يرطب الهواء اللي موجودين حوالينا. إذا بيطلعون في الشمس وشي الضوء يكون ساطع، يلبسون نظارات شمسية، هذا اللي يساعد إنه يقلل من هالشيء. يبدأون يستخدمون القطور المرطبة، يعني الحين خاصة اللي يلبس نظارات أو اللي يلبس عدسات أو اللي مثلا يسوي عملية ليزر وشي، فينصحون إنه يستخدمون القطور المرطبة يعني مرتين ثلاث مرات في اليوم أساس يتجنبون هالشيء، وإن شاء الله يعني تتحسن عندهم النظر. أيوة دكتورة، لو نتحدث بعد عن اعتلال شبكية السكري، هاي بعد ممكن من الأمراض الشائعة عند كبار السن، لو نتحدث شوي عنها وكيف ممكن نتجنبها ونتجنب مضاعفاتها أيضا. مضاعفات السكري طبعا تكون بسبب تلف الأوعية الدموية والأنسجة اللي هي المحيطة بالعين، اللي هي طبعا الشبكية بالذات. وهذا يظهر في النوعين من السكر، يعني طبعا النوع السكري الأول والسكري الثاني. وكل هالمضاعفات تصير عسب عدم انتظام السكر نفسه أو السيطرة على مرض السكري. يعني مثلا لو كان مريض عنده سكري ونسبة السكر عنده عالية مو منتظمة، أو أنه مستمر على الأدوية مو محافظ عليها، فهذا طبعا يؤدي إلى هالمشاكل اللي هي اعتلال السكر. فمن الأعراض اللي تصيب هذيل المرضى اللي هم عندهم اعتلال السكر، أبرز الأعراض إنه هو يكون عنده مثل النظر، يكون عنده مثلا يحس مثل يشوف مثل بقع في الرؤية، عنده مرات حتى تغبش عند الرؤية، يقدر يشوف مثل أشياء في طيارة، تكون يعني مش أجسام غريبة ما كان شايفها قبل. وممكن ما يحس بألم، بس إذا حس إنه في أي تغيير في الرؤية عنده، طبعا على طول لازم يتابع دكتور مختص أو يرجع لطبيبه عشان يحول على دكتور العيون. أوكي. دكتورة، لو تعطينا نصايح عامة توجهينها لأفراد المجتمع عشان يحافظون على صحة عيونهم من خلال مختلف مراحلهم العمرية بما في ذلك مرحلة الشيخوخة. مثلا النصائح العامة أنه يتجنب عوامل الخطورة، مثلا كل الأمراض اللي ذكرتها طبعا لها مضاعفات ثانية اللي هي كم الأمراض كانت تصيب لهم، فنحافظ على مثلا الضغط، السكر. الأمراض الثانية اللي هي الأمراض المزمنة لازم نتحكم فيها. ممارسة الرياضة البدنية بعد تقلل من سبحان الله بعض المشاكل البصرية، منها الإصابة بالضمور البقعي. استخدام النظارات الشمسية للوقاية من الأشعة الفوق البنفسجية بعد الشمس والضوء، يعني اتباع نظام صحي ومتوازن، وفي طبعا أشياء مثل فيتامين ألف اللي هو زين ونبدأ نأخذه من الجزر وشي يساعد، قالوا لأسف يحافظ على سلامة العين. فحص العين الدوري، يعني خاصة يعني الناس الفقار ممكن إذا عندهم مشاكل، بس كبار السن بالذات تقريبا كل سنة لازم يروح عند دكتور مختص يفحص الشبكية ويفحص النظر ويفحص المشاكل الثانية. فحص النظر الدوري مهم جدا لكبار المواطنين. دكتورة، في نصايح حق اللي يستعملون الكمبيوترات الحين مع التطورات الجديدة، يعني هل في نصايح معينة توجهينها للي أغلب وقتهم يكون قدام الشاشة؟ أنصحهم إن مثلاً يقدرون يلبسون من النظارات اللي هي توقي من شو اسمه، هي نظارة طبية أساس توقي من الأشعة اللي هي يسمونها الأشعة الزرقاء. تنصحين فيها دكتورة إنهم يستعملونها؟ يقولون إن تنفع صراحةً. أنا نفسي ألبس نظارة طبية، فما السوم يقولون بعد إن نقدر نجنب طريقة إن مثلاً لو إن الشخص يستخدم الكمبيوتر بكميات يعني فترات طويلة، على الأقل يقدر يريح بين كل نص ساعة على الأقل، يعني يريح ومثلاً
يريح عينه يشوف شيء ثاني، أو مثلا يطلع بس على الشاشة يتحرك شوي يشرب ماء، يقدر يستخدم القطوع المرطبة هاي. شافوا إن هالأشياء شوي تساعد إنه على يعني تخفف من إجهاد العين، وأهم شيء إنه ما يقعدون على التلفونات والموبايلات حاجة الرقاب طبعا. أهم شيء هالشيء سيء جدا. دكتورة وفاء شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعافيك. طبعا كانت معنا الدكتورة وفاء وحدثتنا عن صحة العيون وخصوصا في مرحلة الشيخوخة. في نصيحة أنا حابة أيضا أضيفها لنصايح اللي إحنا نوجهها لأفراد المجتمع، وخصوصا في الوقت الحالي مع وجود الشاشات وكل حد على التلفون وعلى الكمبيوتر والآيباد. في نصيحة اللي هي مسمونها قانون 20-20-20، يعني أنت لك كل 20 دقيقة تقضيها قدام الشاشة لازم أنت تشل عينك من الشاشة لمدة 20 ثانية وتشوف شيء بعيد يقدر المسافة اللي أنت لازم تطالعها 20 فيت. يعني كل 20 دقيقة أعزائي المستمعين، حسيتوا مرت 20 دقيقة وأنتوا تشتغلون، بعدوا عينكم عن الشاشة وشوفوا شيء على مرأة بعيد شوي من نظركم ولمدة 20 ثانية، وبعدين ارجعوا اشتغلوا اللي كنتوا وكملوا الشغل اللي كنتوا تسوونه. هاي يعني تعتبر نصيحة جدا بسيطة وبإمكان الجميع ان يسويها. يعني الفكرة انك انت ما تتم ساعتين ثلاث مجابل الشاشة بدون ما تريح عينك، ففكرة انك تبعد نظرك عن الشاشة وتشوف شيء بعيد ويفضل يكون منظر طبيعي لش 20 ثانية وبعدين ترجع تكمل شغلك. هاي كانت حلقتنا لليوم، تحدثنا عن العديد من المعلومات القيمة. أتمنى مستمعين أن قدرتوا تستفيدون ولو بالقليل من اللي قدمنا لكم إياه اليوم. أرجع أذكركم مستمعين أن حاليا هيئة الصحة صارت توفر نوعين من التطعيمات اللي هو لقاح ساينوفارم ولقاح فايزر بايونتك، والحصول على هذا اللقاح الاثنين يعتمد على أخذكم للمواعيد. المواعيد تنأخذ عن طريق اتصالكم بمراكز الاتصال عندنا أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي. احنا ننصح أخذ اللقاح هذا لكبار، يعني في احنا ننصح الجميع انه ياخذ يبادر وياخذ اللقاح، ولكن في فئة دائما احنا نحب نركز وننوه عليهم ان انتم لازم من اوائل الاشخاص اللي تحصلون على هذا اللقاح، لهم كبار السن من المواطنين والمقيمين اللي فوق عمر 60 سنة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، أي حد يعاني من الضغط، السكري، أمراض القلب والشرايين، أمراض الكبد والكلى، اللي عندهم سمنة مفرطة، أيضا ننصحهم أنهم يبادرون ويأخذون موعد لحصولهم على هذا اللقاح. أصحاب الهمم أيضا من ضمن الفئات اللي احنا نركز على ضرورية حصولهم على اللقاح. وطبعا ما ننسى خط دفاعنا الأول، لازم أيضا هم يبادرون ويحصلون على اللقاح. هاي كانت حلقتنا لليوم أعزائي المستمعين. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أحمد سلام على التنسيق، وطبعا مخرجنا المبدع نمر، كل الشكر له. كانت معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، دمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.